la 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 la. سلام، انا معاد احبوش. شكرا بزاف على 13000 واحد اللي دار اشتراك. كنشكركم بزاف بزاف بزاف. ديما كندعي لكم تكونوا بخير، يا ربي تكونوا بخير، وكنتمنى لكم تكونوا بخير دابا وديما. موضوعنا في هذا الفيديو على هاد 15 يوم اللي عندكم. 15 يوم عندكم دابا كعطله، كيفاش يمكن لكم تستغلوها باش تراجعوا للجهاوي، باش تراجعوا للدروس اللي عندكم بالنسبة للفرنسية والعربية والاجتماعيات والتربية الإسلامية. عارفك دابا بحال اللي كتشوف واحد الشوفة ديال المستقبل، باللي أنك من هنا المر العطلة غتشوف باللي دازت كلها غير لعب وغير تقشاب، يعني ما درتي حتى شي حاجة فيها اللي غتفيدك في الجهاوي. ولهذا أول حاجة نقدر نعطيها لك، أول نصيحة نقدر نعطيها لك قبل ما تبدأ المراجعة ديالك، هي حط الهدف. شحال باغي تجيب انت في الجهاوي؟ شحال؟ قول شحال، قول شحال في الكومونتير، قول شحال في اي بلاصه. رسم ديك النقطه اللي باغي انت تجيبها، رسم ديك النقطه في عقلك. باغي مثلا تجيب 16، قولها لامك، قولها لباك، قولها لخوتك، قولها للدراري اللي كتقرا معاهم، قولها لكلشي. انا باغي نجيب 16 وباستحقاق، ماشي يعني باغي نجيب 16 وكتضحك معاهم، نو. قولها وانت باغي من نيتك وباغي فعلا تجيب 16. خاصك تعرف باللي كل حاجه كتقولها وتعاودها وتقولها وكتعاودها كتولي حقيقه في حياتك، بزز منك كتولي حقيقه. الا بغيتي تجيب مزيان وبغيتي فعلا تخدم، خاصك ترد بالك لهاد الحوايج اللي خصك ديما في حياتك تكون كترد لهم البال. شنو كتسمع وشنو كتشوف وشنو كتاكل وحتى شنو كتقول، هاد الحوايج الا رديتي لهم البال واعتنيتي بهم مزيان ما غيعاونوكش غير في الجهاوي، غيعاونوك في الاهداف ديالك كلهم. فين باغي توصل؟ الثروه اللي باغي توصل ليها؟ شنو باغي توصل؟ لاين مكانه؟ الاهداف ديالك اللي باغي دير في الحياه. مثلا انت عندك ميول للطب، غتعاشر الاطباء، غتهضر مع الاطباء، غتحضر لواحد الندوات فيها الاطباء هكا. دابا انت الهدف ديالك اللي على قبل دخلتي لهذا الفيديو هو كيفاش تبريباري الجهاوي في هذه العطله. اوكي، كما قلت اول حاجه هي انك ترسم الهدف ديالك، شحال باغي تجيب، وتقولها لكل شيء وتولي حقيقه عندك، بزز منك تولي عندك حقيقه، يعني انك تنشرها وتقولها لكل شيء وتولي عندك في المعنويات ديالك انك تستحقها، يعني قادر تجيبها. من بعد عقلك بوحدو اللي غيقول لك شنو غدير، واخا نقول لك انا، واخا يقولوا لك بزاف ديال الناس، عقلك بوحدو اللي كتسولو على شنو هي الحاجه البسيطه اللي الا درتها غنجيب في الجهاوي مزيان، غادي يجاوبك. نفس الحاجه اللي كنت درت انا في نفس الوقت اللي هي هاد العطله هادي. انا نسيت الوقت في هاد اللحظه، نسيت شحال باقي ليا من الوقت. بزاف اللي كيسولوا واش باقي الحال، اه راه باقي الحال، حيتاش انا براسي بديت في هاد المده هادي، بديت وجبت مزيان وفهمت كل شيء. يعني باقي قدامك الوقت، باقي قدامك الوقت الكبير اللي تفهم فيه وتجيب فيه نقطه مزيانه. ودابا وصلنا للسؤال اللي هو من بعد ما احنا حددنا الهدف وحددت النقطه اللي باغي نجيب اللي غتحفزني باش نوض نخدم، شنو خاصني ندير؟ يعني كما قلت لك خاصك تسول العقل ديالك شنو خاصك دير. عقلك اي جواب حط عليك، اي حاجه قادره يعني انت كتبها في الدفتر، كتبها في الدفتر الا كانت غتعاونك كتبها. واش نشد التليفون نفهم منه؟ واش نشد الدفتر؟ واش نلخص؟ واش نفهمها بالدارجه؟ يعني ذاك الحل اللي غيعطيك عقلك هو اللي خاصك انت يعني تركز عليه، هو اللي خاصك ديرو، حيت هذاك هو الحل البسيط والحل اللي غيسهل عليك توصل لديك النقطة اللي باغي تجيب في الجهاوي. ما تنساش الحاجة اللي غتعاونك بزاف واللي هي الخيال. كيفاش غتخيل وانت مرتاح الطوابل والبلاصة اللي غدوس فيها الجهاوي قبل ما تبدا المراجعة ديالك؟ كيف ما كانت المراجعة ديالك، واش غتلخص، واش غتحفظ، واش غتفهم؟ كما كانت هاد المراجعة قبل ما تبدا، حاول ترخى، يعني الاسترخاء ضروري ضروري اخويا ولا اختي اللي كتسمعيني. الاسترخاء ديالك غيعاونك باش تكونسونطرا مع واحد الهدف. كل ما تكونسونطريتي واحد 6 سوايع 4 سوايع 2 سوايع مع هدف واحد، مع حاجه واحده كتعطي فيها،
تكونسونطريتي مع الملخصات ديال الاجتماعيات راه غتعطي فيهم غتعطي فيهم، تكونسونطريتي مع الحفاظه ديالك لصوره يوسف، وممكن تجود صوره يوسف، يعني جود صوره يوسف، جودها، حفظها، سمعها من عند مقرئ عزيز عليك. هادو حوايج اللي غيعاونوك باش تحفظ صوره يوسف. المواد ديال التربيه الاسلاميه او لا الدروس ديال التربيه الاسلاميه ربطهم مع صوره يوسف. والتركيز والتكرار هو اللي غيعاونك، التركيز والتكرار. داك الاستاذ ولا داك الاستاذه اللي كتقريك نتايا راه ما فايتكش بالذكاء، راه فايتك بالسنين اللي كتعاود فيهم الدرس وتعاود فيهم الدرس وتعاود فيهم الدرس حتى كتكون طاحنه داك الدرس ولا داك الحاجه اللي كتقريك. حيت راه كاين واحد الفرق ما بين الوعي والذكاء. الذكاء هو انك كتجبد واحد الحاجه انت كتصنعها كتوريها للاخر، يعني مازال كاع ما تشافتش في العالم انت كتعطيها، بحال اينشتاين فاش جاب لنا او كتساوي ام سي او كاري. هذيك واحد الحاجه ما كانتش من قبل معروفه، ما كانتش في الوعي، ولكن سي اينشتاين الله يجازيه بخير هو اللي جابها لنا. انت ما مطلوبش منك الذكاء، انت مطلوب منك فقط الوعي، يعني انك تعرف المعلومه وتعاودها وتعاودها وتركز عليها غتدخل لعقلك. بحال هاد الوقيته هادي كنت انا قررت باش نبدا الخدمه على الجهاوي، يعني الترجمه والحفاظه والفهامه، اكثر هي الفهامه اللي فهمت. هادشي كله درتو انا في قل من شهرين، في قل من شهرين اللي كانت بقات. يعني انت راه عندك شانس كبير باش تعاود كلشي، باش تلخص الدروس ديال الاجتماعيات، باش تشد صوره يوسف تقراها وتسمعها وتحفظ لك، باش تفهم الدروس ديال التربيه الاسلاميه، باش تقرا لي غومون او لا تلخصهم دير لهم غيزيمي وتفهمهم، تفهم الاحداث ديالهم. وراني حاط شي حوايج يعني يقدروا ينفعوك في لي غومون. اما بالنسبه للعربيه فهي منهجيه فقط، منهجيه في الاول، الاسئله الاولى من النص، الاسئله اللي ديما كتكون قريبه لك، يعني تفهمها انت بوحدك ممكن تجاوب عليها. الانشاء هو الوحيد، والدرس اللغوي هادو الوحيدين اللي خاصك تكون حافظ لهم المنهجيه وتفهمهم سيتو. هادو هما الحوايج اللي خصهم الفهامه والفهامه والفهامه صافي، وما يجيكش داكشي طويل، لانك انت كدير لعقلك باللي داكشي طويل، داكشي ما طويلش بالنسبه لعقلك انت. إلا ركزتي على واحد الحاجة راه ممكن تحفظ حتى الدروس ديال الباك، ممكن تحفظ الدروس ديال الجهاوي والدروس ديال الباك في واحد المدة زمنية قصيرة. حيد الوقت، حيد الوقت، نسى الوقت، نسى الزمن، باقي قدامك بزاف ديال السوايع اللي تاخد فيهم كمية ديال المعلومات كبيرة للجهاوي. وآخر حاجة نقد نقولها لك هي أنك تركز على الهدف ديالك. بغيتي تجيب 16؟ وي، خاصك تسول عقلك كيفاش خصني نجيبه، هو غيعطيك حلول. مثلا كاين التليفون، اليوتيوب، واحد البلاتفورم اللي فيها بزاف ديال المعلومات ممكن تلقاهم، كاين البي دي اف، كاين دروس في جوجل، كاين ناس كيعرفوا يشرحوا، كاين حوايج اخرين اللي هما مثلا الدروس ديال الاجتماعيات والتربيه الاسلاميه ولي غومون ركزت عليهم مزيان ولخصتهم. انا كنت درت لهم تلخيص ونفع معايا التلخيص بالبيان، يعني ماشي حفظت التفاصيل ديال التفاصيل ديال التفاصيل، ركزت على الاهم وعلى الفحوى ديال داك الدرس وفهمته مزيان، وولات عندي فكره عليه، وليت كنتسائل انا والاستاذ على داك الدرس، يعني ولات عندي واحد القوه في التركيز على الدرس وعلى ها شنو داير به، وفاهم داخل وانا تايق في نفسي باللي غنخدم كلشي وغنجيب في كلشي مزيان. هادشي كله علاش انا كنديرو في الاصل الهدف اللي كنت باغي انا. فداكشي علاش انا اول حاجه قلت لك في هذا الفيديو هي انك دير هدف في الاول، لاش باغي توصل، النقطه اللي باغي توصل لها، النقطة اللي باغي تفرح بها نتايا مع نفسك، يعني يس بحال هكا ديرها وانت فرحان مع نفسك في ديك اللحظة. هادشي هو اللي غينفعك. واخر حاجة 360 ساعة 15 يوم اللي عندك دابا، الا استغليتيها احسن استغلال في التركيز غتنفعك واحد الطاقة اللي غتولي عندك في العقل ديالك ديال الكم ديال المعلومات اللي غتاخد. استغلها 360 ساعة وان شاء الله غتجيب نقطة زويونة في الجهاوي، وهاد الطريقة اللي غدير غتنفعك حتى في الوطني، يعني واللي كنديرها انا دابا
وكنتمنى لكم كلكم النجاح. شكرا بزاف على الاستماع ديالكم للفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا مني على انا التجربه ديالي كيفاش كانت، وكنتمنى من كل قلبي انكم تجيبوا نقطه مزيانه تفرحوا نتوما وتفرحوا والديكم، واهم حاجه هي تفرحوا الكيان ديالكم.